عندنا الأوركس بيساعدوا الويلرز to hunt humpback whales. في عندنا أوركس، في عندنا humpback whales. الأوركس هدول الشرسين اللي هم من أشرس أنواع الويلز، من أشرس أنواع الدولفينز، بيساعدوا الويلرز لحتى يصطادوا الهامباك ويلز. كيف؟ بكل بساطة الأوركس بيحبوا ياكلوا الليبس and the tongue of the whales، بيحبوا يفترسوا الليبس اللي هي الشفاه والتونغ اللي هو لسان الويل، فبيدلوا الويلرز لمكان الهامباك ويلز وبيجروهم للشاطئ لحتى الويلرز يكون سهل عليهم انهم يصطادوا الهامباك ويل، مثل ما احنا شايفين صورة الهامباك. تمام، شو بيعملوا؟ الويلرز بياخذوا الكاركاس اللي هو الجثة، هاي جثة الهامباك بعد ما اصطادوه، لحتى يستخرجوا منه الاويل، الزيت. زمان كانوا يستخدموا الزيت للمصابيح وكان سعره مكلف شوي فكانوا يتاجروا فيه. طيب شو بستفيد الاوركس؟ الاوركس تستفيد بانها تستولي على the lips and the tongue of the humpback وبتربح صفقة، يعني بانها يعني تفترس الاشي اللي بتحبه وبتتغذى عليه. The last paragraph عملنا لها برضو summary لانها بتحكي عن the children وعلاقة the relationship between people or human beings and the dolphins. Children like to ride on dolphins. Why? Because dolphins are sociable. Dolphins هم كائنات اجتماعية. They allow people to touch them and swim with them. كمان شغلة، dolphins help drowning swimmers. إذا كان في swimmer غرق في البحر أو صار معه حادث معين. So dolphins they like to help others. بيحبوا يساعدوا الناس وبيروحوا بيساعدوا كل swimmers. Another information says that dolphins don't kill people. لأنه في بعض المعلومات الخاطئة اللي بتحكي إنه dolphins ممكن يكونوا شرسين وعنيفين وممكن يقتلوا الناس. هاي المعلومة مش صح. الدولفينز ما بيقتلوا الناس. Dolphins are not divine but they are strong. آخر معلومة اللي بتلخص كل إشي حكيناه إنه الدولفينز مش مقدسين، هما مش آلهة، هما مش رسل، هما مش ملائكة مثل ما الناس زمان كانت بتحكي. But they are strong, social and independent. هدول يعني هاي like there are some features of dolphins that they are strong, sociable and independent. Thank you so much.